جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. احنا جمعية تطوعية في خدمة الحماية المدنية، يعني ندرب على اسعاف الاطفاء والانقاذ، يعني نعمل جميع الحاجات اللي ممكن خدمتها تقدمها الحماية المدنية تطوعيا، نقدموا شيء هذا اللي نعملوا فيه اليوم تتويج للفريق الاول. التصيل الاول اليوم عنده تخرج نتاعو. ايش معنى التخرج نتاعو؟ الحصول على شهاده اسعاف، الشهاده الوطنيه في الاسعاف، في الانقاذ، في الاطفاء. عندنا في نفس الوقت عندنا غدوه ذكرى ثالثه لاستشهاد احد الاعوان الحمايه المدنيه اللي استشهد يوم 15 جان في 2011 للاسف برصاص الجيش عن طريق الخطا، يعني جات معلومه غلط اللي خلت يستضاف استشهد. امين امين يا رب يتقبل من الشهداء. العمليه هذه سميناها باسم نور، او التفصيل هذا يعني نقوله باسم نور، يعني عمليه رضا باسم الشهيد سامي يوسف عون الوكيل الاول في الحمايه المدنيه. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها.